طيب وهنا هنا ده هيخليني ارجع على المهندس ايمن على اهميه الجايزه اللي حصل عليها الرئيس وهي جايزه دوليه للاولمبياد الخاص الاهميه بتاعت هذه الجايزه هي جايزه لفخامه الرئيس مما لا شك فيه بس هي كمان جايزه للدوله المصريه وجهدها ولا ايه؟ بص حضرتك عشان برضه نبقى واضحين في الحته دي احنا بنحتفل بمرور 50 عام على انشاء الاولمبياد الخاص الدولي بقى بعض السنوات يعني لإن إحنا 68 أنشئ 2018 يعتبر 50 عام. جت طبعًا الكوفيد والكورونا والحاجات دي عطلت الدنيا شوية إنما إحتفالاتنا ما وقفتش. فمن ضمن إحتفالاتنا إن إحنا برضه بنشوف الرؤساء والملوك والمسؤولين اللي بيدعموا الأولمبياد الخاص أو بيعملوا تطور في حتة الإعاقة بصفة عامة والإعاقة الفكرية بصفة خاصة لأن إحنا مختصين في الإعاقة الفكرية. فاللي تم في مصر في ثمان سنوات انا بتهيالي انه لم يتم على اي مستوى اي دوله في العالم انا ما بقولش في المنطقه ليه حضرتك 2014 الرئيس مسك في يونيا الرئاسه اول حدث رياضي يحضره بعد ست شهور طيب تفتكر حضرتك هيكون ايه كل الناس هتتخيلوا مثلا كاس العالم في كره اليد مثلا صح <applause> انما هتلاقيه الالعاب العالميه الالعاب الاقليميه للاولمبياد الخاص الثامنه 2014 في القاهره <applause> ده اول حدث رياضي يحضر طيب نيجي بعد كده لما نعمل عام للاعاقه عام 2018 طيب ونيجي نعمل قانون جديد يدرس في مجلس النواب لسنوات عشان يطلع يغطي كل المشاكل الموجوده في الاعاقه طيب اكلم الرئيس او ابعت للرئيس جواب بقول له احنا عايزين انت رئيس منظمه الوحده الافريقيه فاحنا عايزين في السنه بتاعتك رئاستك عايزين نعمل اول العاب افريقيه في التاريخ فورا يدينا الرعايه وتتعمل اول العاب افريقيه وتخلص قبل الكورونا ب ايام طيب حضرتك بقى بالاضافه لدول أنا عضو مجلس إدارة في حاجة اسمها صندوق عطاء. مم. اللي هو عمله. طب صندوق عطاء ده معمول إيه؟ أول صندوق استثماري خيري في تاريخ مصر. يعني معترف به من سوق المال. مش مقيد مع وزارة التضامن كجمعية. ده صندوق استثمار. صندوق استثمار اللي هو الفند اللي احنا بنسميه عالميا فند اللي هو بيعمل مثلا جون هوبكنز هوسبيتال وبيعمل آه بوسطن يونيفرستي بيعمل ام اي تي. كل ده بيتعمل من الفندس فاول صندوق خيري اعمله واعمله لمين لذوي الاعاقه في تاريخ مم. مصر طيب حضرتك بقى يعني لما تقرا هذا الكلام في خلال 8 سنين انا ما عرضته في مجلس الاداره الناس قالت ايه ده ايه كل الانجازات دي ايه الوقت القصير ده وبعدين ما تنساش ان احنا خارجين من ثوره وامن غير مستقر و... و2014 تقريبا ما كانش فيه امن لسه خلاص وبستضيف 23 دوله بتوع الشرق الاوسط في الالعاب الاقليميه م. وبعدين برجع استضيف 34 دوله افريقيه في الالعاب الافريقيه طب حضرتك يعني رد انت علي يعني لو لقيت حد عمل انجاز اكتر من كده قول لي عليه يمكن انا اعرفه اظن مش. استحاله اه ما انا بقول لك كده فلما اما يجوا بقى بيقولوا الناس العصر الذهبي ومش عارف ايه و... لا أنا مش عايز أقول العصر الذهبي لأن العصر الذهبي ده هيبقى معناها إن هو العصر بتاع الرئيس بس. مم. لا الريس النهارده عمل حاجات مكملة هو موجود أو مش موجود. صحيح. قانون إعاقة ثابت. صندوق استثمار خيري موجود. يبقى أنت حضرتك حطيت إيه؟ حطيت استراتيجيك ديسيجنز حاجات استراتيجية مكملة في العصر ده أو في وأصول كثيرة قدم. بالظبط كده. فيبقى ده بقى النهارده اللي احنا بنسميه ايه الرؤيه الاستراتيجيه للعمل ان انا ما بقولش يعني بقى او بمعنى اصح بقى الاستدامه اللي هو بقت لغه العصر او لغه العلم دلوقتي اللي هي بتتكلم هاو تو بي او ازاي تكون عندك استدامه في المجال هو عمل قواعد الاساسيه للاستدامه فيبقى الرئيس النهارده لما تيجي تقول انا والله هعمل جائزه دوليه بياخدها الملوك والرؤساء، طيب يعني ما انت شيء طبيعي انك بالانجازات دي لازم اول حاجه لما نخش نقعد معاه اه 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 نحط الجائزه على طول يعني ما فيش نقاش احنا على فكره كان مخصص لينا 15 دقيقه واحنا داخلين نقابل الرئيس مخصص لنا ربع ساعه حلو طيب حضرتك احنا خلصنا الاجتماع بعد قد ايه ساعه ونص الساعة ونص دي أنا مرتين بقول للرئيس طب يا ريس متشكرين جدا وإحنا هنستأذن. علشان, إنو... علشان عارف إنه. عشان عارف عنده فساعة ونص. ده معناها مناقشة كم تفاصيل. كل التفاصيل ودخلنا في التعليم وهنعمل إيه في التعليم وهنعمل إيه في ال ال الألعاب اللي هتستضيفها مصر قريبة مش هعلن عنها دلوقتي. م. خلاص؟ آه لا في حاجات. آه هو هيز انترستد يعني لما تيجي تقول هو مش رئيس بيجامل وبيقعد مع الناس عشان خاطر يجاملهم لانهم جايين له, له من انحاء العالم سبع رؤساء كل مين اللي هم انا واحد منهم جايين من العالم كله من امريكا اللاتينيه من امريكا الشماليه من اوروبا من اسيا طيب فممكن يكون مجامله لا مجامله ايه ده قاعد بساعة ونص بندرس كل حاجه كل تفصيله بيتناقش طول الوقت كل تفصيله مع كل واحد من الموجودين ووضع ايه في, اوروبا والوضع ايه في لاتن امريكا والوضع ايه في الدولي والتعليم هنعمل فيه ايه والالعاب المستقبليه اللي احنا هنستضيفها ايه لا يعني موضوع يعني بص لو قلنا مجامله اصل انا اخر واحد هجامل آه. انا ماليش اي مصلحه داخل مصر انا راجل في منصب دولي بقالي لي 20 سنه اه ماليش اي مصلحه داخل مصر ولا هبقى وزير في يوم من الايام ولا عايز اكون فيعني مش هجامل طيب يبقى أنا النهاردة ايه بقول الحقيقة صح, 100 صح. اللي, اللي حصل في مصر هو خطة استراتيجية محكمة للمستقبل